اسمهم الشائع الدبابيس وشغلهم الشاغل الوخز في أبناء جلدتهم وتسليمهم إلى مصير مجهول إرضاءً لإداراتهم من المباحث العامة. إنهم الجواسيس المجندون في المباحث العامة السعودية الذين تستغلهم أذرع محمد بن سلمان كأداة لضرب بنية المجتمع وإفساد تنوع أطيافه وتحويله إلى مجتمع خانع خائف مطيع للسلطة العليا في البلاد. أسرار تجنيد الدبابيس في صفوف المباحث. في هذا التحقيق الذي أعده حساب خط البلدة نكشف روايات من عالم الدبابيس والدوافع الخبيثة وراء تجنيدهم ومراحل ذلك التجنيد، كما نعرض لنماذج من تغلغلهم بين الناس ونكشف حجم غبائهم في التعامل مع هذه المهمة. جذور تجنيد الدبابيس. بالعودة إلى جذور القصة، فقد ظهر أول مكتب خاص للمباحث العامة في عهد الملك سعود بن عبد العزيز في العام 1955، حين أطلق الملك سعود اسم المباحث العامة على جهاز الاستخبارات الذي رافق الملوك واحداً تلو الآخر. ومنذ تأسيسها كانت المباحث العامة تتبع لوزارة الداخلية، واستمر ذلك إلى شهر يوليو من العام 2017، حين تأسس جهاز أمن الدولة بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز. منذ ذلك الحين انتقلت تبعية المديرية العامة للمباحث إلى رئاسة أمن الدولة التابعة بشكل مباشر إلى الديوان الملكي، ويتبع للمديرية العامة للمباحث ضباط بمهام متعددة تتنوع بين ضبط المخالفين وتنفيذ أحكام الاعتقالات والتحقيق وغيرها. لكن المهمة الأخطر التي سنعرض لها في سياق تحقيقنا هذا هي مهمة سرية، ولذلك فهي تحمل اسماً سرياً سنقوم بكشفه وكشف التفاصيل وراءه بعدما وردنا من تفاصيل مرعبة تقشعر لها الأبدان. رئيس المحطة، المهمة الأخبث في المباحث. بهدف جمع المعلومات عن الأفراد الذين تخشى السلطة من تأثيرهم السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العلمي واستهدافهم والقبض عليهم أو تصفيتهم، فإن المباحث العامة تخصص محطة مركزية سرية في داخلها لتجنيد الجواسيس المعروفين في المجتمع باسم الدبابيس. وليس لهذه المحطة مكتب علني ولا مقر واضح، بل هي مكان افتراضي تعود إليه المعلومات حول الأفراد الملاحقين وأية معلومات من شأنها خدمة مصالح السلطة العليا. يتولى رئاسة هذه المحطة ضابط برتبة عليا، هي بالأخص رتبة عميد، ويتولى رئيس المحطة الإشراف العام على مهمة التجنيد. وبحسب ما تأكد منه حساب خط البلدة فلكل منطقة رئيس محطة يتبع له عشرات الضباط الموزعون في محافظات تلك المنطقة، وهم يعرفون باسم ضباط الحالة. ففي منطقة القصيم على سبيل المثال علمنا أن أكثر من 10 ضباط حالة يتبعون لرئيس محطة القصيم الذي نتحفظ عن ذكر اسمه رغم تحققنا من هويته. وبالعودة إلى هرمية تجنيد جواسيس المباحث، فإن لكل ضابط عدد محدود من العملاء الرئيسيين لا يتجاوز 5 عملاء، ومهمتهم تتمثل في تجنيد عملاء ثانويين بعدد غير محدود، وهؤلاء يتولون مهام تجنيد الدبابيس بشكل مباشر. وعليه فكل دبوس صغير يتبع للعميل الثانوي التابع بدوره إلى العميل الرئيس الذي يشرف عليه ضابط الحالة التابع لرئيس المحطة، والذي يعود بطبيعة الحال بشكل مباشر إلى رئيس أمن الدولة عبد العزيز الهويريني، الذي بدوره يرفع التقارير بشكل مباشر إلى ولي العهد محمد بن سلمان. ولضمان تطور واستمرار هذه الهرمية الخبيثة يجري كل عام قياس وتقييم لحرفية كل عميل ثانوي، وهذا القياس كمي بحيث يتم تحديد عدد الدبابيس الذين نجح ذلك العميل في تجنيدهم على مدار ذلك العام. فإن حقق العدد المطلوب يتم ترقيته إلى عميل رئيس، وذلك بأمر مباشر من ضابط الحالة. ولكن كيف تنجح هذه الهرمية الأفعوانية بالتغلغل في المجتمع وتجنيد الجواسيس للعمل لصالح المباحث العامة؟ الدوافع الخبيثة وراء تجنيد الدبابيس. عملية تجنيد الجواسيس للعمل لصالح المباحث العامة
ليس بالأمر السهل، بل هو عملية نفسية واجتماعية معقدة تقوم بالدرجة الأولى على استغلال الحاجات البشرية الأساسية كالمال والجنس والسلطة، حيث تبنى فكرة تجنيدهم باختصار على توفير حوافز تلبي تلك الاحتياجات مقابل تنفيذ المهام الجاسوسية. وبالتوازي مع منهجية الحوافز تلك التي سنعرضها بالتفصيل في سياق تحقيقنا هذا، تأتي منهجية الابتزاز. ومبدأ هذه المنهجية يتركز حول محاولة تجنيد أحد المشاهير أو الإعلاميين من خلال ابتزازه بشيء يمتلكه بالفعل من مال أو سلطة أو علاقة جنسية سرية. بعض الناشطات النسويات أو مشاهير السوشيال ميديا مثلاً قد يتعرضون للابتزاز في مساع لتجنيدهم في صفوف الدبابيس، وذلك باستغلال صورة أو مقطع فيديو يشوه حقيقة صورتهم، أو بتهديدهم بالتعرض لأفراد من عائلاتهم، أو حتى بتلفيق تهم بالخيانة لهم، وذلك في معرض محاولات استغلال دافع الشهرة والتأثير المجتمعي لدى أولئك الأفراد لتجنيدهم في خدمة المباحث العامة. دانا المعيوف، حكاية الابتزاز والملاحقة. استضفنا في خط البلدة المعارضة السعودية دانا المعيوف، والتي قالت في أكثر من محطة أنها تعرضت لأنواع مختلفة من الملاحقة والابتزاز، فما هي قصتها؟ طبعا خصوصا عام 2015 لما بدأ بن سلمان يتصدر المشهد، كانت في محاولات لتجنيدي، وكانوا في أشخاص يرسلون لي مسجات على تويتر على حسابي القديم، وكانوا يحاولون يقنعوني بأن محمد بن سلمان مجدد وناصر للمرأة، وعرضوا علي وظيفة في الرياض براتب 12,000 ريال في سوق المال السعودي. الحكومة السعودية طبعاً، ولأنها حكومة جبانة، فهي تستخدم أساليب وضيعة غير أخلاقية، ولا تواجهك بنفسها، بل تقوم بإرسال أذرعها سواء بالخارج أو في العالم الافتراضي. طبعاً السبب هو إرهاقك نفسياً ومادياً. ليش قلت مادياً؟ لأنه في وضعي الحالي رفعت علي قضية من قبل الحكومة، لكن باسم عميلتهم الموجودة في أمريكا والملقبة ميمود روز، واسمها الحقيقي روان أبو زيد. أكيد طبعاً بس تركي الشيخ هو المسؤول شخصياً بنفسه عن المضايقات اللي أتعرض لها في أمريكا في نيويورك. طبعاً أكيد أول شخص، يعني أول شخصية مشهورة وضح لي أنها تشتغل مع الحكومة هي مود روز. انتقلت إلى لوس أنجلوس، طبعاً هنا بدأ نشاطها في تبييض سمعة الحكومة عام 2016، وكانت مهمتها هي نقل الصورة المطورة للمرأة السعودية في أمريكا، وأيضاً تبييض سمعة محمد بن سلمان وترويج أنه الناصر للمرأة. هذه كانت مهمتها. تم تجنيد مشاهير آخرين، مثلاً عندك أمل الشهراني. أمل الشهراني هي موجودة في أمريكا، لكنها دائماً تروج للحكومة السعودية، وحصل مؤخراً زارة المملكة، بس أكيد يعني كان بطلب من الحكومة علشان يتفاهمون. أيضاً يعني هذول المشاهير لو تلاحظوا منهم أمل الشهراني يروجون لتطبيقات مثل جاكو، وهذه التطبيقات هي تطبيقات حكومية سعودية، يعني الغرض منها التجسس على المواطنين، وفي حال التجسس طبعاً هو لجمع معلومات، لجمع أشياء يتم ابتزاز المواطن فيها لتجنيده وما إلى ذلك. لذلك أنا دائماً أحذر من الثقة التامة في مشاهير محمد بن سلمان. عن المال، مثل ما ذكرت سابقا، يعني المال محفز للناس الرخيصة اللي ما عندها شرف ولا عندها كرامة. وأيضا شيء آخر هو الدعم في السوشيال ميديا، الدعم من خلال الخوارزميات. مثل ما الحكومة السعودية عندها القدرة أنها تقمع حسابات كثير في السوشيال ميديا، أيضا عندها القدرة أنها تدفع محتوى معين ومشهور معين، سواء من الخوارزميات، سواء من عن طريق الإعلان بحسابه، وهكذا. الدبابيس في المجتمع السعودي.
مما لا شك فيه أن المباحث تنجح كل فترة بزرع الدبابيس الخبيثة في أوساط المجتمع بجميع تياراته وأطيافه. ففي الأوساط الدينية مثلاً تدس المباحث رجالاً ملتحين يدعون العلم، فمنهم من يشرف على حلقة تحفيظ، ومنهم من يقدم دروس علم، وهم مجرد دبابيس مهمتهم جمع المعلومات عن الشباب والتبليغ عمن تشك في أن له أفكاراً تخالف أهواء السلطة. وكذلك الحال في الأوساط الأكاديمية، تزرع المباحث دبابيس بين الطلاب وبين المدرسين ليكون شغلهم الشاغل تقديم التقارير الدورية عن أي نشاط طلابي أو أكاديمي تعتبره السلطات مشبوهاً. لكن كثيراً من الطلاب والمدرسين يستشعرون خطر الدبوس الذي يكشف نفسه أحياناً بسرعة كبيرة نتيجة الغباء المستفحل في صفوف الدبابيس عموماً، فالدبوس يبدي لا مبالاة واضحة بالعمل الأكاديمي على حساب العمل الجاسوسي. ولا يقتصر دس الدبابيس في صفوف الطلبة على الداخل، وهنا نستذكر الطبيبة ليلى أبو الجدايل التي ابتعثتها السعودية إلى جامعة بوسطن الأمريكية للتجسس على المبتعثين هناك بتكليف خاص من بدر العساكر مدير مكتب ابن سلمان شخصياً، وقد جاء اسمها بين الأسماء 13 المطلوبين للقضاء، والتي تضمنها قرار المحكمة الفيدرالية بواشنطن في العام 2022 على خلفية القضية التي رفعها المسؤول السابق سعد الجبري ضدهم. وأما النماذج الدبوسية الخطيرة هي تلك التي تدسها المباحث في صفوف المعارضة. لا يخفى على المتابعين حكاية المعارض السابق الصحفي عبد العزيز الخميس الذي قضى عقوداً في لندن قبل عودته للمملكة في العام 2014. تقرب الخميس في لندن من عدة معارضين من السعودية والإمارات، وها هو اليوم يتصدر الواجهات الإعلامية السعودية المتصهينة ويعلن بكل وضوح دعمه للتطبيع ولرؤية ابن سلمان بعد أن كان يزعم أنه معارض في لندن. كساب نموذج آخر لدبوس فاسد قامت السلطات بدسه في صفوف المعارضة لسنوات، فها هو في العام 2015 يظهر في لقاء تلفزيوني ليتكلم عن الفساد السياسي والأخلاقي في البلاد وكأنه معارض. السعودية لدينا حنا مشاكل في السعودية لا يعلم بها الله عز وجل، بطالة، فساد سياسي، احتكار سلطة، اعتقالات تعسفية، تعذيب، تبذير للميزانية بشكل عبثي غير مسبوق. لكن كساب نفسه في العام 2018 ظهر على قناة MBC وبعد عودته من لندن يشيد بقادة السعودية ويطبل لهم وكأنه لم يكن قد أساء لهم يوما. واللافت هنا أنه لو لم يكن دبوسا لكان يقبع في السجون منذ ساعة عودته للرياض. يعطون انطباع بأن السعودية أصبح شبابها ينفرون. لماذا ينفرون من وطنهم؟ وطننا يحتوي، وطننا كبير، وطننا عزيز، وطننا شامخ، وقيادتنا تفهم هذه الأمور. الأخطاء موجودة في كل مكان، لكننا الآن في مرحلة وفي سعودية جديدة تغيرت تغيرا جذريا عن السابق، ويجب أن يعلم الجميع بأن هذه سعودية الكل. دبابيس بين المعتقلين. عبث المباحث وتجنيد الدبابيس لم يكن أيضاً بعيداً عن السجون، إذ تقوم المباحث بدس عملائها في السجون ليظهر على أنه معتقل رأي ذي قضية كبرى. ولكن الغباء مجدداً هو سيد الموقف، فذلك الدبوس في العادة يكون سهل الكشف من المعتقلين. وهذه شهادة لمعتقل الرأي المفرج عنه حمد النيل من الجنسية السودانية، وهو يتحدث عن وجود الدبابيس في السجون. في أشخاص معروفين في السجن بأساميهم، هم معروفين، ده في كل السجن، ده على مدى السجن، سجن إذا كان سجن المدينة، إذا كانت السجون المشين عليها كلها لاحقا بعدين، سجن في جدة، في أبها، في الرياض، كانوا في أشخاص معروفين على مستوى السجون، الأخبار بتتناقل بأنهم هم بتاع حاجات زي بينقلوا الكلام. أيوه لا لا مش بينقلوا، شغالين رسمي يعني إحنا كان في الصراحة تقال يعني كان في بعض العساكر كان بيجي بحذرونا بيقولوا معاكم ده الشخص ده انتبهوا منه. المال، استغلال الطمع والفقر. وبعد هذا العرض كان لابد لنا أن نكشف لكم حقائق وصلنا لها عن أساليب تجنيد ضعاف النفوس من أبناء المجتمع. الأسلوب الأول هو المال، الفقر أو الطمع، دافعان بشريان يقودان صاحبهما للخضوع بسهولة إلى إغراءات العملاء الثانويين
المجندين من العميل الرئيسي التابع للمباحث. فأما استغلال دافع المال فيتم بتقرب العميل من الشاب المحتاج للمال أو من لديه أطماع باقتناء المزيد من المال. وبعد اكتساب ثقة الشاب يقوم العميل بعرض مبلغ مالي كبير على الشاب لا يقل عن 10,000 ريال، ويوضح للشاب أن هذا المبلغ هو مقابل خدمة الدولة. وبالطبع فإن العميل لا يسمي المهمة باسمها الحقيقي، فإن تمنع الشاب عن المهمة يقوم العمل بترغيبه بحجة أنها خدمة للوطن ولسيد الوطن. فإن أصر الشاب يقوم العميل بالترهيب بالاعتقال والقمع، فيخضع ضعيف النفس من أولئك الشباب ويقبل بمهمة الدبوس مقابل المال. الجنس الدافع الأخبث. لا يغيب عن الأذهان أن الجنس هو دافع وحاجة بشرية تتراوح في قوتها بين شخص وآخر، ولا يغيب أيضاً أن هذا الدافع موجود لدى الشباب العازب والمتزوج على حد سواء. وفي أجواء الانحلال التي يفرضها ولي العهد يوماً بعد يوم في البلاد بإشراف هيئة الترفيه، فإن هذا الدافع يشتد قوة مع مشاهدة الفنانات الإباحيات والراقصات والمغنيات في الحفلات الماجنة، وهو ما يسهل مهمة العميل في تجنيد الدبابيس باستغلال هذا الدافع. ويختار العميل لذلك الأماكن المناسبة، وأبرزها الملاهي الليلية التي راجت خلال السنوات الأخيرة في السعودية. ويظهر العميل نفسه على أنه محب للجنس، وأنه يوفر بسهولة نساء يتخصصن في الدعارة. وبمزاعم الصداقة فإنه يتقرب من بعض الشباب ممن لديهم دافع قوي لإشباع تلك الحاجة الجنسية. وهنا يكون العرض، الجنس مقابل الجوسسة. ولا يفوت العميل الثانوي الذي توظفه المباحث العامة فرصة محاولة تجنيد فتيات الدعارة، مستغلا حاجتهن للعمل مقابل المال أو مقابل إشباع رغباتهن الجنسية. السلطة الدافع الأخطر. لا يصعب بالطبع على المباحث أن يضمن لأي جاسوس ذي قيمة كبرى في خدمة المباحث منصباً وظيفياً مهماً في أي دائرة حكومية أو خاصة يرغب بها مقابل الاستمرار في مهمة الدبوس. وهنا يأتي مجدداً دور العميل الثانوي في التقرب من ذلك الشخص وبتقديم وعود هي بالفعل صادقة في ضمان وصول الدبوس قيد التجنيد إلى وظيفة إدارية مهمة في مقابل التجند والعمل لصالح المباحث العامة. وباعتبار السلطات القوية المخولة للمباحث، فإنه من السهل عليها ابتزاز أو اعتقال كل دبوس يفكر في التوبة ومحاولة إصلاح أخطائه. مراحل تجنيد الدبابيس. استغلال الدوافع الخبيثة التي عرضناها آنفاً لا يتم في وقت سريع بالطبع، فلا يمكن للعميل أن يتغلغل بسهولة في صفوف أبناء المجتمع، سواء في المعارضة أو في الأوساط الدينية أو الأكاديمية أو حتى في السجون. وقد دققنا خلال إعداد هذا التحقيق في مراحل تجنيد جواسيس المباحث العامة، ووجدنا أنها تتلخص في 5 مراحل، وسوف نستخدم الأسماء الحقيقية لتلك المراحل المستخدمة بالفعل في المحطة التي يتركز فيها عمل تجنيد الدبابيس. تبدأ عملية التجنيد بمرحلة تحديد الهدف، والهدف هنا هو المكان المناسب والزمان المناسب والأفراد المناسبين. ويختلف الأمر هنا في حالة من لديهم دافع وحاجة جنسية كبيرة، فهم وفق الأرقام والإحصاءات التي وردتنا يمثلون نسبة 40% ممن يسهل تجنيدهم في صفوف الدبابيس. المرحلة الثانية هي بناء العلاقة، وهي المرحلة الأصعب بين المراحل، إذ يحتاج العميل الثانوي في هذه المرحلة أن يكون مقنعاً في كذبه وتحايله على الهدف. وفي الغالب يستند العميل على سياسة التقرب من الهدف من خلال الاستماع إلى مشاكله وهمومه، وتقديم نفسه على أنه صديق يعاني نفس المشاكل والهموم، وأنه وجد طريقا سهلا للتخلص من تلك المشاكل. ففي حالة استغلال دافع المال مثلا، يقدم العميل نفسه للهدف على أنه كان فقيرا معدم الحال، وأنه اليوم استطاع أن يتجاوز حالة الفقر ويمتلك سكنا خاصا وسيارة فارهة عبر خدمة الوطن وسيد الوطن. أما المرحلة الثالثة فتسميها المباحث العامة مرحلة تحوير العلاقة، وهي أول مرحلة فعلية في التجنيد. في هذه المرحلة يقوم العميل بكشف تفاصيل الصفقة للهدف، فيقول للهدف
الأمر بسيط، دورك يتمثل في الاستماع لمن يريد الشر للبلاد وإبلاغ عنه، أو إثارة نقاش لاستجرار جلسائك ليتكلموا بحقيقة ما يكنونه من شر للبلاد، ثم تبلغني عنهم ويكون لك ما تريد من مال أو نساء أو منصب رفيع في عملك. وإن وافق الهدف على الصفقة تبدأ المرحلة الرابعة وهي التدريب. ولا توجد أماكن مخصصة للتدريب، بل إنه يتم في نفس أماكن وجود الشاب قيد التجنيد، ويتم إعطاؤه جوالاً خاصاً برقم سري خاص للتبليغ. ويجري مسار التدريب وفق مراحل ثلاث، هي المشاهدة وتكرار الأسلوب نفسه، ثم التجربة العملية تحت إشراف بعيد من العميل. وبعد هذه المرحلة تبدأ مهمة الدبوس، ويحصل الدبوس هنا على دفعة أولى تحفيزية من المقابل المالي المتفق عليه، أو يتم توفير ليلة ساخنة له مع إحدى فتيات الدعارة، أو يتم عرض قرار ترقيته في الوظيفة عليه بشكل خطي. وهنا تأتي المرحلة الخامسة، وهي مرحلة المتابعة والتقييم، وذلك لضمان ما تصفه المباحث العامة بأنه جودة العمل. والجودة هنا تقاس بالكم، بمعنى أن الدبوس الناجح هو الذي يتمكن من التبليغ على أكبر عدد ممكن من أفراد محيطه الاجتماعي في زمن قياسي. والمضحك المبكي في هذه المرحلة أن الدبوس الناجح سيجد فرصة للترقي من دبوس إلى عميل ثانوي برتبة مدنية، وذلك بهدف توسيع الهرمية الثعبانية التي تنخر في المجتمع وتدمره من أجل حماية أصحاب السلطة العليا في البلاد. ختاماً إذن، ومن كل ما كشفناه من حقائق وأسماء حول أسرار تجنيد الدبابيس في المباحث، يتبين حجم انتشارهم السرطاني الخبيث في المجتمع بالداخل والخارج، كما يتبين كيف أن السعودية باتت ومنذ إنشاء إدارة أمن الدولة بشكل خاص دولة بوليسية مقيتة تجند كوادرها في المباحث العامة لتجنيد ضعاف النفوس من أبناء المجتمع، ليكون دبابيس تثقب بنية وتماسك الوطن، وتشي بكل من يريد مصلحة البلاد لأجل تمكين ولي العهد وزبانيته أكثر فأكثر من مفاصل الحكم، ويكون ذلك مقابل ترك العابثين الحقيقيين يصولون ويجولون ويفسدون في البلاد من دون رقيب أو حسيب.